تقديرا ووفاء لأيقونة الطرب الأصيل وبرعاية وزارة السياحة وبالتعاون مع شركة سيرياتيل، أقيمت احتفالية تقدير ومحبة كعربون وفاء لصاحب الصوت الأصيل صباح فخري بحضور وزير السياحة بشري اليزجي ووزير الإعلام محمد رامز ترجمان وبمشاركة أهل الفن. صباح فخري أيقونة، وهو كرم أجيال عبر الشيء اللي قدمه من إبداع، من ارتباط اسمه بالتراث. مثل ما بتعرف كتير، مثل ما بنعرف كلياتنا أنه أجيال ربت وكبرت وشبت على القدود وعلى التراث اللي قدمه صباح فخري، لذلك اسمه ارتبط بذاكرتنا وبالحاضر، واكيد رح يكون اسمه مرتبط بالمستقبل. مثل ما بنعرف اليوم الفن هو سفير دوما، الفن هو رساله حول العالم، واليوم صباح فخري كان اهم احد السفراء الهامين للفن السوري حول العالم. صباح فخري انطلق من حلب الشهباء التي احبها واحبت واصبح يعني جزء من موروثها وثقافتها، واصبح اسمه مرتبطا بحلب ومرتبطا بكل سوريا ايضا. كما هو معروف، استطاع يعني الفنان الكبير صباح فخري ان خلال مسيره حياته ان يكرس الكثير من الانجازات والابداعات، هذا التراث والموروث الكبير من الاغاني والموشحات والقدود الحلبيه. سوريا انتصرت ورح تضل منتصره، واليوم تكريم الكبير صباح فخري هو تكريم كمان لسوريا، لحلب ولسوريا كما قال الأستاذ نجدة. بهالمناسبة بدي أشكر سيادة الوزير على النشاط، لأنه اليوم نحن بحاجة بالرغم من اللي صار أنه نرجع نعيش ونكفي الحياة، وسوريا قادرة أنها تعمل هالإنجاز. كل السوريين إيد بإيد، مثل ما شفنا الوزارات إيد بإيد، يعطيهم العافية. تكريم صباح فخري وتكريم القدود الحلبية اللي انتشرت عبر الحدود، ما عادت حلبية بس صارت عالمية. وصباح فخري اليوم عم نكرم صباح فخري، بس عم نكرم حلب أيضا، المدينة الصامدة اللي انتصرت، وإن شاء الله عقبال كل الأراضي السورية إن شاء الله. شرف كبير لألنا الفنانين بسوريا أن يكرم هذا الفنان العملاق الكبير، ومن قلنا نحن على الوعد والعهد، مثل ما أنت أغنيت الدنيا وما كما يقال، كما شغلت الدنيا وملأت الناس وملأت آذانهم بغناء جميل ومبدع سوري، نقول لك بأننا مستمرون على نفس الخطى، سوف ندخل إلى تلافيف مخ أي مواطن في هذه المعمورة لنؤكد على ثقافتنا السورية وعلى انتمائنا لهذه الأرض الطيبة. الأستاذ صباح هو عملاق، هو بتحسي بتشوفي في حلب، بتشوفي في سوريا متمثلة بحلب، لأنه هو من حلب. هو حببنا بشي بالقدود الحلبية، بالأغاني هاي اللي نحن ربينا عليها من نحن وصغار لكبرنا ونحن بنسمع هاي القدود الحلبية. طبعا تكريم الأستاذ العملاق صباح فخري هو تكريم لكل الفنانين. الأستاذ صباح قدر يوصل للنجومية بالوطن العربي بوقت ما كان في فضائيات، بوقت ما كان في صناعة فن، كان الفن هو من يفرض نفسه، الآن الصناعة الفنية هي من تفرض نفسها. ممكن فنان يطلع بغنية ويصير نجم بالوطن العربي ولا يستحق، بينما وقت طلع حدا مثل القامة الكبيرة الأستاذ صباح، هو طلع بقدراته وبفنه على مستوى الوطن العربي. تخلل الاحتفالية بعض الأغاني الحلبية من تلامذة الفنان صباح فخري لإحياء هذا الطرب الأصيل الذي سيبقى في قلوب عشاقه. الله يطول بعمره ويمده أكثر بالصحة والحياة يا رب. وصباح فخري لن يتكرر، يعني كفنان كبير مثل صباح فخري وصوت صباح فخري ما بيتكرر أبدا. له رافع راسي وراس سوريا بالعالم كله، وشي كتير حلو يعني الوفاء والمحبة، هاي قيمة كبيرة كتير، يعني ما في شي فيك تشتري كل شي بس ما فيك تشتري محبة. الحمد لله نشكر الله يعني انه هو رجع لصحته وتعافى، وان شاء الله بيضل دائما هيك بنشوفكم بالمحبة. مسيرة مضيئة بالإبداع والنجاح، دخل خلالها موسوعة جينيس كعلامة فارقة في ساحة الغناء العربية، حظي بمحبة ملايين الناس بعد أن جاب مختلف دول العالم سفيرا للموسيقى العربية القديمة، وبالمثل نال التكريم أينما حل، وقلده السيد الرئيس بشار الأسد وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة
في 12 من شباط عام 2007 في دمشق، وذلك تقديرا لفنه وجهده في الحفاظ على الفن العربي الأصيل.